مرحبا، رمضان كريم ان شاء الله يا ربي تبعد علينا هاد البلاء. اليوم غادي نديرو لي نيم ولا غنديرو سيجار معمرين بلا فيغميسيل والخضرة والكاشير او لا لانشون. بالنسبة للمقادير عندي بصلة مقطعة زوج معالق تاع القزبور والمعدنوس، القليل من الزيتون اختياري، جوج حبات نتاع الجزر مبشورين محكوكين، قليل من الجبن اختياري فرماج، اللانشون او لا الكتوبية، اللي عندكم كاشير اي حاجة تقدروا تديروا معاها، زيت الزيتون، صوي صوص لاصوص صوجة. بالنسبة للبهارات عندي الكركم، تحميرة اللي هي البابريكا، فلفل أسود، قليل من الكمون، والبودرة الثوم اختيارية، اللي ما عندوش يقدر يعوضها بالقليل من الثوم. قليل من الزعتر. سخنت الطاوة على النار والفيغميسيل، درتها في الماء طايب الماء سخون وخليتها. بالنسبة للبصلة شلتها حتى ذابت مزيان، زدت عليها لانشون زدت عليها الجزر شحرتهم مزيان، قزبرة والمعدنوس الى عندكم، ما عندكمش انا درت غير القزبور، والبهارات نخلطو كل شي مزيان، نزيدو عليه الزيتون الزعتر الصوي صوص لاصوص صوجة اللي هي صوي صوص والزيتون. بالنسبة للشعرية انا قطعتها باش ما تجيش طويلة بزاف وتجي سهلة في التعمار، ما تبقاش هذا مهم الحشو، تعرفوا بلي لانشون ديجا طايب. صافي زدت كل شيء على هذا، خلطته مزيان، خليته حتى برد، ما نقدروش نديرو به في الوقت في نفس الوقت لحقاش غيقطع لينا الورقة. هنا خديت سليفة صغيرة حطيت فيها واحد المعلقة ديال الدقيق وجوج معالق نتاع الماء، خلطها مزيان غير باش نجمعو بيها العجينة باش نسدو بيها نكولي وبيها هذا الورقة. صافي الطريقة باينة، كل شي كيدير هاد الشي. هنا قلبت لهذا لحقاش هكذا اسهل، فاش كيكون الحشو من التحت وعاد كنكوروه كنروليوه تيكون حسن واسهل. صافي الطريقه باينه، صافي كنجمعوها كنجمعوا الجناب وكندوروها كنروليو كنلصقوه بالعجينه كنلصقوه بالماء اللي درنا والطحين، صافي كندخلوها الفران ولا كتقليوها اللي حبيتو ديروه. انا صراحه عندي اير فراير وما كنحتاجش ندير الزيت نهائيا، فمن الاحسن الواحد يتفادى القلي. بقيت مستمره حتى كملت كاع الكميه اللي عندي.
هنا كتجمعوا كتزيدوا الجبن اختياري، انا وحدين درت فيهم الجبن وحدين كاع ما درت فيهم. فهذه تبارك الله عطاتني كميه كبيره، يعني هاد الورقه اللي عندي كامله استخدمتها. فنص كليناه ونص درتو في الفريزر. فاش نحتاجو العفو، فاش نحتاجوه عاوتاني غادي نديروه في الاير فراير نقليوه وصافي. بصحتكم وراحتكم وصحتنا وراحتنا. فشي حاجه سهله، ما كاين لاش نعجنو، ما كاين لاش هذا، سهله. وحتى الورقه يعني زوينه نتاع الروز. ها هي النتيجه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.